اللعب ناحيه اليمين عند حازم امام، السرعات لنادي الزمالك، حازم وادي العرضيه عند شيكا، شيكا جول جول شيكا بالا، مش ممكن، جول جول جول، هدف رائع، هدف جميل، هدف في شياكة، في جمال، في روعة، في حرفنة. لو جبنا سيرة الحرفنة اسمك لازم يتقال، شيكابالا وحازم إمام الموال من أوله موال، مش ممكن حازم إمام يلعبها يا كتيه، لكن دي الإعادة اللي احنا مستنيينها، حازم إمام يلعبها لشيكا ممكن من لمسة واحدة، لكن المهارة موجودة والثقة موجودة والشومة موجودة في المرمى. هدف تاني للزمالك، هدف تاني لشيكابالا.